الأطفال اللي قبل عمر المدرسة أنا أصلاً ما أقدر إن أنا أعطيهم الأدوية إلا في حالات إذا كانت الاضطراب شديد جداً، لكن هو ما هو مرخص من هيئة الغذاء والدواء إن أنا أعطي الطفل قبل سن المدرسة علاج دوائي. طب أنا إيش ممكن إني أسوي؟ طبعاً في عندنا العلاجات المعرفية السلوكية، علاج للآباء، علاج عفوا في تدريبات علاجات سلوكية للأهل، في علاجات سلوكية مع المدرسين، مع الأهل اللي يكونوا قريبين من الطفل أو المراهق. في أشياء ثانية الآن أثبتت فعاليتها زي مثلا أوميجا 3، فيتامين دي، مكملات الغذائية اللي هي فيتامين بي 6، فيتامين بي 12، الحديد. الحديد جدا مهم للأطفال اللي عندهم فرط حركة، تشتت انتباه، بيساعد كثير. فيتامين سي مثل ما تكلمنا، ونحاول انه ناخذها من مصادرها الطبيعية. الزنك كمان أحد المعادن جدا مهمة في هذا، ممكن ان انا اخذ من مصادره الطبيعيه في الخضار، الفواكه، المكسرات، والاحماض الامينيه، اللحوم، الاسماك، ممكن اخذها، وممكن ان اخذها مكملات غذائيه، لكن الافضل دائما دائما اني انا اخذها من مصادرها الطبيعيه، خضار، فواكه، لحوم، واسماك. والف الف عافيه لكل اطفالنا اللي يعانوا من اضطراب فرط الحركه وغيرهم.